ببلوك نوت اليوم معي السيدة رزان الشطي يلي رح تحكينا أكثر عن معرض الرسامين آفاق اللي رح يصير نهار الجمعة 18 الشهر الجاري بصيفي فيليج. صباح الخير. صباح الخير. هيدا مش أول معرض بتعمليه أبداً؟ لا، هيدا تاسع معرض. تاسع معرض، ومش كل سنة بيصير معرض واحد، أمرار بيصير بالسنة معرضين أو ثلاثة. هوا ما يستفزني موضوع أو مجموعة من الفنانين، على حسب كيف بيستهويك، حسب شو اللي بيستهويني والظروف المتاحة، لأنه الحقيقة في دعم كتير من السوليدير لأفاق. نعم. أي متى صار أول معرض لأفاق؟ أول معرض صار لأفاق حقيقة كان في دعم من البلاتينيوم، ناس أصحابنا يعني عطوني الجاليري تحت، وعملنا فيه معرض كتير كان مهم لسوريين وعراقيين ولبنانيين. نعم. من الرواد واللي بعدهم كتير لقى نجاح، فعلى أساسه قررت أنه واحد حلمه يكفي فيه، صرت أعمل معارض الحمد لله. لا نجحنا لأنه بختار مواضيع يعني بتشد. نعم. ولكن المعرض هالسنة اسمه شو؟ برايفت سيريان برايفت كولكشن. بس هو بس في رسامين سوريين؟ هيدا المعرض لأنه برايفت هو. نعم. في بس فنانين سوريين، وركزت على لوحة عنا كتير مهمة، هي يعني لوحات أوكشن لفاتح مدرس، هي اسمها بيروت. نعم. فهي تحية من دمشق لبيروت بألوان الحب. نعم. والما يعني اللوحة 1987. نعم. ولكن بدنا نصحح نحن الفكرة يلي بتقول إنه آفاق بس للرسامين السوريين. لا أبداً، لأن بيجي رسامين من عدة جنسيات، لبنانيين وعراقيين. نعم. وفي معرض انعمل بس لبنانيين أندر 35، درت على الجامعات كلها. نقيت الطلاب المميزين وشفت أعمالهم واخترناهم حطيناهم، كان بالفنيو. نعم. كان ناجح جدا، وهذا كتير ندعم والسوليدير دعمته كتير لأنه لليانج. نعم. يعني معارضك مش كتير اعتيادية سيد ما بريد رزان. اعتيادية في كتير. نعم. يعني بتتنقي أوقات أو موضوع أو فكرة أو حتى رسامين، يعني أكيد. مثل ما حضرتك تفضلتي وقلتي أنه في رسامين نقيتيهم أقل من 35 سنة عمرهم، لأنه حرام هدول. لا لك، لأنه هدول إذا كان أنا جاليري متنقل ما عندي مشكلة أنه احتكر الفنان. نعم. الجاليريات لما تحتكر فنان ما فيها تغطي كلهم، وبتاخذ ناس على حساب ناس وبتطلع فيهم، فهيدي كانت فرصه. كلهم بي اتش دي معهم على فكره ودكتوراه اللي نقيتهم، يعني جينيس كانوا. طلاب اكيد. لا بس جينيس كانوا كلهم، ونعرض لهم كانوا 18 ارتست. نعم. ومواضيعك المتعدده ويلي كانت تلفتك وحتى تعملي معرض باسم الموضوع يلي لفتك، شو ثاني معرض عملته؟ كان مبلش الربيع العربي مثل ما بيقولوا، اللي ما هو ربيع ابدا، فكان اسمه التحولات في الشرق الاوسط. كان على هالكونسبت. اللي بعده كان عم نشوف صور هيدا المعرض الجديد. هيدي اعمال فاتح مدرس. هذا من الرواد وتوفى يعني من فتره، ومعروف كثير مشهور فاتح مدرس. نعم. هيدا أي تيار رسم سيد رزان؟ هذا أول مين عمل حداثة بسوريا. تصوري هيدا أنه بلش بهالشي بال 1960 بسوريا، اللي ما كان لسه بدهم الرسم العين والمخار والتم، هو فهمهم هالطريقة الجديدة. نعم. كنت عم تحكينا عن موضوع يلي وقت الربيع العربي شدك لحتى تعملي معرض. يعني انا قلت عملنا معرض اسمه ما سميته الربيع العربي، لان انا من الاول كنت بتشائم. سميناه التحولات في الشرق الاوسط. كان في رؤوف رفاعي من لبنان، كان في كمان سوريين كثير. كان يعني اول مره بينعرض معرض، لانه ب 2011 على هالتحولات اللي كانت عم تصير بالمنطقه. يعني شو كانت الرسمات؟ شو كانت عم بتبين هالرسمات؟ فيها عنف. نعم. فيها عنف وفيها مثل مظاهرات وهيك ببداياته، لأنه المعرض اللي بعده في كذا معرض، بس في واحد اسمه فيتو، كان في انستليشن كتير قوية، كان في على معاناة الشعوب من هاللي عم يصير. وفي معرض انعمل، هدول كلهم تحت رعاية السوليدير، في واحد انعمل مشترك مع مارك هاش لمدة يوم، كان بنفت تبرعوا كل الفنانين حقيقة وبن أوروبا، كان ريعه كله راح لتدريس الأطفال السوريين. نعم. لاجئين. نعم. سيدة رزان، كيف بلشت معك قصة هالمعارض؟ نحن بنعرف أنه حضرتك كمان درست رسم أكيد وفن.
لا ما بيقدر الواحد يدخل بمهنة إذا ما بيحبها، عنده شغف فيها، وإذا ما كان دارسها. يعني أنا متخرجة من كلية الفنون بسوريا، ورجعت عملت ماستر سينوغرافي بالجامعة اللبنانية بلبنان. نعم. وشغف، حب، حلم. ليه مش أنت رسمتي؟ ليه أنا برسم؟ نعم. بتعرضي كمان بمعارضك؟ هل أدي أنا قاسية بتنقية اللوحات؟ نعم. فيعني لوحاتي معلقة ببيتي هيك يعني. ولكن على أي أساس عم تختاري رسامينك؟ أكيد القوة أو الموضوع. نعم. بس كيف بتلاقيهم؟ أو هني عم بيلاقوك هلأ؟ والله لو أنا عندي شغف، ضل راح راكدي ورا المعارض وعلى اتصال دائما مباشر فيهم. يعني وقت عملت للأندر 35 درت الجامعات وسألت الأساتذة مين عندكم طلاب تخرجوا يعني ممتازين، عطوني نمرون ولحقتهم. نعم. يمكن هلأ وصلنا لمحل أنه صاروا هني يفتشوا عليك وينتروا هني معارضك. إن شاء الله. يعني حقيقة أخذ صيت شوي آفاق، يعني بالنسبة لأنه بس صلنا 3 سنين نشكر الله. نحن عم نشوف كل الوقت هذا كله لوحيت. هيدا كله المعرض من هيدا المعرض اللي هلأ حاليا، لأنه هذا التيبي اللي عطيتكم إياه بس على معرضنا الأخير. نعم. شو التيارات الرسم يلي رح تكون موجودة بالمعرض حاليا، ومين هن الرواد يلي رح يكونوا عم يعرضوا؟ الرواد في أستاذ فاتح مدرس متوفي، في أستاذ نزير نبعة، هدول يعني أكيد الماستر بيس تبع المعرض. يعني المعرض كله بنى على هالشخصين. نعم. والبقية طبعا كتير مهمين، في عنا أحمد معلا، عايشة لأ بفرنسا كتير مشهور، سبهان آدم له ستايله، كل واحد منهم له ستايله، ما هي حلاوتهم. يعني لما بتقولي لي هي مثلاً هي نعم. مثلاً مثل تبع أستاذ نزير نبعة، هي ما كانوا بهداك الوقت يرسموا هالقد، هي 167 عرضة. نعم. شوفي التفاصيل اللي فيها قديش جميلة. يعني لما بتقولي لي سيدة رزان أنه كل واحد وعنده ستايله، أكيد. شو بتعني بستايله؟ يعني معروف أنه في تيارات للرسم مثل ما في تيارات للأدب وكل أنواع الفن. لما بتحكينا عن ستايل، هل بيكون هو مثل خليط أو مزيج بين تيارات معينة، أو بيكون شيء جديد من الرسم؟ هلأ بده يكون أكيد تابع لمدرسة، بس بده يحط من روحه الفنان، بده يطلع بشيء جديد. لأنه إذا كرر نفسه خلص انتهى، وإذا شيء العين مألوفة لهاللوحة كمان ما حلو. أنا بحب شوفي مثل الغناء، مثل الرسم، مثل الميوزك، إنه لما تشوفي اللوحة تعرفي إنه هي للفنان الفلاني. نعم. ما يكون رياض ضايعة. شعار رياض شعار فنان سوري عايش لهلأ كمان. نعم. أعماله كتير فيها حالمة عن المرأة. هو هيك نصير المرأة. نعم. وكأنه عم نشوف كتير موضوع المرأة هالمرة. كتير عملنا للعنف، فقلت خلص على العيد ريحوا الناس، عطوهم بقى شوي يعني. نعم. في عنا لوحة كتير حلوة بس برضو رائعة اسمها مريم الشام. نعم. يعني الفنان اعتبر كأنه أنه تكاتلوا وصلبوا الشام، فسماها مريم الشام. هل هي هيدي؟ هي لا، هي تبع سلمون، كمان فنانة قوية. هي شوي بتحسي من معاناة الأزمة. صحيح. يعني من معاناة المرأة. ايه. كأن ايه. وحزن المرأة. ايه. وتعبها. قوية كتير. شو بتعني لك لحضرتك ريمة المرأة سيدة رزان؟ أنا بالنسبة لي المرأة كل شيء، لأنه المرأة الأم. نعم. والأم هيك برأيي أنا، الأم أهم شيء بالدنيا، لأنه الأم هي المدرسة، هي اللي بتعد الناس، هي اللي بتطلع الجيل. كتير المرأة لها دورها، ما بعرف بدنا نشلونا. أكيد. إيه. سيدة رزان، بما أنه حضرتك اللي بالنتيجة بتختار المواضيع وبتختار الفنانين، حضرتك أي مواضيع بتستهويك شخصيا، وأي أنواع أو مدارس رسم بتستهويك حضرتك شخصيا؟ يعني أنت لما بدك ترسمي شو بترسمي؟ أنا لما برسم انفعالات، مثل نوع من الثيرابي لحالي، فلذلك ما بعتبر حالي. أنا دارسة انتيريال ديزاين وعاملة سينوغرافي، ماني دارسة رسم. بس طبعا كلية الفنون، يعني سنتين الأولانيات رسم نحت حفر كل أنواع الفنون. بيستهويني إنه الفنان يكون عنده أسلوبه ويطرح شيء جديد. هيك لوحة، يعني أنا هاي اللي عم لك عليه تبع مريم. اللوحه بيهمني انا، اللوحه كثير بيهمني انه اللوحه هذا شاب صغير. نعم. فسري لنا عن معناتها اكثر. العيون الحمر، الحزن، 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 لانه
التكوين الصغيرة سيدة رازان، يعني العيون بس هيك الكبار هيك رؤية الفنان. ايه هو الحزن، حتى الحزن بالعيون، لأنه وضعنا هلأ عن جد غصة بالقلب. نعم غصة. قبل ما نختم سيدة رازان بقول لك أكيد موفقة بالمعرض مثل كل سنة. بنذكر بموعد المعرض الجمعة 18 بالشهر، الافتتاح الساعة 6 بصيفي فيليج تحت رعاية سوليدير، وكمان تجليات جاليري. نعم موفقين، يعني مجمعين ثلاثة فيهم. موفقين وأهلا وسهلا فيك. ثانك يو مشاهدينا، نحن رح نرجع لكم بعد هالوقفة القصيرة.